سلام عليكم، ازيكم؟ اهلا بيكم من عيادة اسكندرية مع اي علي، احلى دايتيشن في الجمهورية. ركزوا بقى. لا ده سجع. بصي كده بقى، حالة بنوتة عندها 34 سنة، ابتدت مع آية 86 كيلو 700، خلصت مع آية 69 كيلو و 600. هو السجع شغال. أيوة. يبقى احنا تقريبا نزلنا كام؟ 17 كيلو. ما شاء الله يا آية، 17 كيلو. في وقت قليل، كان في 5 شهور. في 5 شهور 17 كيلو في 5 شهور. احكي لنا ايه عن هذه الحالة الرهيبة. طيب الحالة الرهيبة دي هي كانت طول حياتها وزنها كويس، بعدين بقى حمل وولادة وشغل وسحلة والحياة الطبيعية. قربي عشان تكلم الناس، قربي عليها. والحياة العادية اللي اغلبنا عايشها. طيب ايه اللي بيحصل؟ بنصحى نتسحل، نروح الشغل، ناكل فاست فود واحنا في الشغل، نرجع نجري ورا الولاد في التمارين، بعدين بعد التمرين ناكل برضو فاست فود تاني. ناسيه نفسها. تمام. وبعدين؟ طيب بس هي مش مبسوطه بقى في الوزن ده، هي مش متعوده على كده وعايزه تغير. قعدنا نتكلم بكل هداوه، شرحت لها بقى البديل بتاعه الاكل، طب ينفع ننظم اليوم ازاي، ايه اللي ينفع ناخده معانا في الشغل ما يكونش فاست فود، بينما بناخد معانا فطارنا في الشغل توست وحاجه يومها. بس ايه ده؟ والله العظيم نظمتي يومها. بس بتحلفي باللي خلقك؟ يعني ما اديتيش ادويه ولا ما عملتش تكميم؟ الفايل قدام حضرتك اهو. يعني ما لفي الله. في كل الانبوديز يعني ده 5 شهور، يعني على الاقل كام؟ 10 فيزيتس. يعني نظمنا اكلنا فقط مع تنويع الدايت. تنويع. طب اديتيها دايتات قاسيه يمكن؟ ما حصلش. امال ايه؟ والله العظيم مفيش سر. هو بالبساطه دي وزعنا الاكل مظبوط على اليوم. بطلنا ناكل من بره، بس مع العلم طبعا كنا بناكل من بره بني ادمين عادي. بس هناكل النهارده حواوشي، طب ينفع ناكل نص واحد بس؟ ينفع. ده جميل. حرمتهاش كمان؟ لا، بس بدل ما هناكل حركت. ماشي بس. ماشي بس. شربت ميتها. احنا ما بنضحكش على الناس. اللي بنقوله على السوشيال ميديا هو اللي بيتعمل في العياده وبيجيب نتائج رهيبه، لان اساس نزول الوزن في تغيير العادات.